كانت البداية حماسية من صنع أنصار الفريقين، ونزل أبناء الأربعاء باللباس الأحمر في إشارة أنه سيشكل الخطورة على فريق الأرض والجمهور الباحث عن الفوز بعد ثلاث مباريات دون ذلك. وقد غابت الفرص السانحة إلى غاية الدقيقة 33 بكرة من شيبان، وجدت الحارس فلاح والدفاع لإبعاد الكرة. في الدقيقة 40 نظم هجوم أمل الأربعاء محاولة رائعة، غير أن كرة عباس علت العارضة فضاعت فرصة كبيرة للوصول إلى شباك الحارس عسلة. رد فعل شبيبة القبائل كان سريعا بهذه الهجمة التي انتهت بهدف في مرمى فلاح أمضاه شيبان في الدقيقة 41 من زمن اللقاء. هدف أشعل فرحة أنصار الشبيبة، وعلى ذلك عاد الفريقان إلى غرفة تبديل الملابس. في الشوط الثاني تحكم أبناء شريف الوزاني في الكرة واللعب، فضاعت فرصة التعديل عن طريق بوشوك وحروش في الدقيقة 75، وحتى تسديدة إسوفو لم تأتي بالمطلوب لأمل الأربعاء الذي خسر بصعوبة. ولم يخيب الأمال واحتجت عناصره على حكم اللقاء السيد عاشوري مع نهاية المباراة. وقلت حتى اللاعبين أن اليوم لا بديل على الفوز، اليوم شباب القبائل لابد أن تعاود مع الفوز، والحمد لله يا ربي فزنا، كنا أكثر إرادة، كنا أكثر حضور، ولو كنا أكثر ثاني تسرع، ولكن عموما نظن أن بحثنا على الفوز جبناه. بصح احنا ثاني كنا في متمركزين ولعبنا كرة ورطينا دي زوكازيون، سي فري الموك ديكسبيريونس تاعنا موك ديفيكاسيتي خلانا شوية نبردو لا بام بردو لي دي زوكازيون. بصح انا نقول لاشياس كما زعما كما ما يلقاش انا اربيتراج باش تفوق على فريق تاع الأربعاء. ومرة أخرى الحديث